One of my collection from the places that I visited, okay, kingdom, mm-hmm, from, let's say, in the ancient time up to the modern times right now. يعتبر القصر هذا من المعالم المعروفة من أكبر قصور الملك عبد العزيز المملكة ويعتبر معلم سياحي. نتمنى أن تكون تسعدون بالزيارة. نتمنى لكم أن تكون فترة التصوير فترة جميلة لكم. نتمنى أن يكون لكم تواجد طبعا في القصر. القصر يضم قصرين، القصر الغربي والقصر الشرقي، وكلها من فيها مزايا معروفة، بنية على الطراز النجدي تقريبا على عهد الملك عبد العزيز تقريبا سنة 1360 هجري. هذا ميلادي كم يوافق تقريبا؟ يعني يوافق 55 تقريبا، عفوا 1955 أول 50 تقريبا 50 55. نرحب فيكم ونتمنى أن تكون فرصة جميلة تتكرر زيارات الخرج مرة ثانية. ما شفت كاميرتها بس وحدتها وهي